السلام عليكم، معكم أمين الشويرف من مدينة تازة، 27 سنة، فنان من ذوي احتياجات الخاصة. بالنسبة للعلاقة ديالي أنا وينت، بدأت بتعارف من خلال موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. في الأول بدأت كصداقة، من بعد بدأت تطورت لعلاقة حب، والحمد لله احنا مع بعضياتنا وكنبغيو بعضياتنا، وكنحاولوا نوجهوا رسالة من خلال العلاقة ديالنا للشباب، وبالأخص الشباب العازفين على الزواج اللي واخدين واحد النظرة خايبة على الزواج. بالعكس، كاين ولاد الناس وكاين بنات الناس، فقط الإنسان أنه يكون صادق ويكون معقول ويبغي بما يرضي الله، هذه أهم حاجة. وبالنسبة للقناة ديالي، القناة ديالي الاسم ديالها أمين الشويرف أوفيسيال، مكتوبة بالفرنسية، هي قناة متنوعة فيها مجموعة ديال الأعمال اللي كنت درت قبل، من بينها آخر فيديو كليب كنت درته بعنوان كفاية، ومن بعده كانت جات الأغنية ديال كنت درتها بمناسبة الزواج ديالي أنا وهند، الأغنية اللي سميتها وأخيرا أونفان، اللي لخصت فيها الحياة ديالي ولخصت فيها العلاقة ديالي مع الزوجة ديالي هند. بالنسبة للفنان اللي كنتمنى أنني نتلاقاه وأنه يكون معنا، ولما لا نغني معه سيرسين، هو الفنان سعد المجرد، لأنه كان لي الشرف كذلك أنني غنيت مع الفنان عبد الحفيظ الدوزيف، كان لي الشرف أنني غنيت مع الفنان عبد الحفيظ الدوزيف في حفل بمدينة تازة، وكنتمنى كذلك أنني نتلاقى بالفنان سعد المجرد ولما لا نغني معه. اولا كنشكر كل اللي وقف معنا باش يكون هذا العرس الاسطوري ويخرج للوجود من قريب او بعيد، وعلى راسهم مجموعه اجي تكمل النص دينك زواج حلال، وعلى راسهم كذلك الاخ مصطفى اللي كنوجه له جزيل الشكر لانه قايم بواحد المجهود جبار. ورسالتي للشعب المغربي، لكل واحد عجباتو الاسطوار ديالنا وكيشجع الاسطوار ديالنا وكيخلي تعليق زوينه، كنشكركم بزاف جزيل الشكر، وكنتمنى ان العلاقه ديالنا تكون عبره للشباب وانه ما كايناش شي حاجه مستحيله. السلام عليكم، وشكرا لقناه لالا مولاتي على هذه الاستضافه. وانا البدايه ديالي معكم بعدا هند مدينه سلا، تعرفت على امين في واحد الموقع تواصلي، كانت بداية ديالنا غير صدقة، من بعد صدقة ولات يعني محبة بيناتنا، من بعد يعني كملت بزواج في الفيسبوك. الفيسبوك واحد الموقع، كانت أنا أول مرة كندخل لهذاك الموقع، هو تا أول مرة دخل لهذاك الموقع، هو تلقيناه بواحد الفرحه يعني ما كناش متوقعينها. وكنشكر الاخ مصطفى اللي وقف بجد على هذا العرس الاسطوري، وكنشكر الصحافه وكاع اللي مد لينا يديه باي حاجه صغيره او كبيره. تنشكر كاع اللي كي يدعمنا واللي كي المهم اللي تيبغينا واللي ما تيبغيناش. شكرا للجميع. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.